شكون يحكي شوفوا شنو يحكي هو اصحابه معناه فهمت ساندرو كيس كو تون بونس بالضبط كيفهم هو المفهوم الاساسي توا لل النوية الأساسية للتربية بدأ يتلاشى المفهوم هذايا في عائلتنا الجدد اللي متسمين توا دي مودرن بمفهوم أنه أنا نعطيه بالضبط بمفهوم أني أنا نعطيه باش يكون هو مواكب للتكنولوجيا لكن التكنولوجيا راهي سلاح ذو حدين في يد عبد ماهوش واعي لشنو قاعد يطالع ماهوش واعي لشنو قاعد يعمل وفي سن مش كان 4 و5 و8 سنين حتى واحد عمره 18 سنة راهو نجمو نبتزوه ونجمو نعملوا معه برشا حاجات المراقبة الأبوية راهي واجب واجب على البو والأم يمكن احنا في وقتنا توا الدنيا مخذتنا برشا في أشغال فاحنا لقينا التليفون أنه حاجة تلهي غير الاكتيفيتي حاجة تلهي صغيرة ذيك تقاه يعمل في حاجة بالنسبة لك أنت هاوكا قاعد نشوف فيه قدامي فهو لاهي أما أنت ما تعرفش السم اللي قاعد تبث فيه في الصغيرة ذيك كي تمدله تليفون وتخليه وحده المراقبة الأبوية أنا نتذكرها قبل كنا قبل تخرج من الليسي نجم تلقى بوك قدامك على غفلة هكا قدام باب الليسي بالضبط نجم تلقاه قدامك على غفلة أمك تدخل البيت تبربش البيت كل ما تفهمش تدخل البيت على شنو تفركس وهي تلقاها تبربش في البيت تفركس يعني كان فما مفهوم نتاع مراقبة على طول مش كان في الصغار حتى وانت مراهق هما يراقبوك راهو خوفا عليك مش يراقبوك باش يشوفوك بالضبط اش تعمل وش ما تعملش هما يراقبوك باش يوجهوك وهذه بالحق الواجب الاساسي للعائله اللي ما لازمناش ننساوه كسوا من طرف الاب ولا من طرف الام الزوز متشاركين في الحاجه هذه والزوز يعتبروا هما المسؤولين الاولانيين خاطر الصغار هذوكم امانه بين ايديهم مازن توا نحن نحكيو على صغار ساعات نلقاوها العائله الكل صغار شادين التليفون والبو والام زاد شادين التليفون شكون باش يصلح هذا يا هذا كيفاش أنا في اعتقادي اليوم الموضوع هذا حساس برشا، يطرح برشا تساؤلات، أول حاجة ثم تكون استراتيجية كاملة. تكون ثم وعي للمواطن، بيان سور الوالدين كمعناها خطوة أولى، وثم الصغيرة لأنه ما تجمش تخلي معناها ليزونفون تو من غير تليفون، صعيب ياسر. أنا نشوفه معناها مع المشاغل نتاع الوالدين، أما ما عندي أنت شنو هو التليفون. صعيب ياسر تنجم تعطي التليفون كما قال معز باش ألو وينك وين وصلت روحت مي سون أفواغ أكسي أ أنترنيت ولا لي زابليكاسيون عنده هدف معين. معك مع ثم بطبيعة الحال ثم وسائل مراقبة زاد ثم تو أنظمة وثم دي لوجيسيال ثم دي زابليكاسيون يتحطوا في التليفون باش يمكن الولي أنه يتبع زاد صغيرته وينو الولي إيش قاعد يعمل. تو طورت برشا وسائل التكنولوجيا. سمعنا مؤخرا زاد ثم تحرش جنسي. كارثة كبيرة معناها صارت عليها بوليميك كبيرة بون تقولي أنت معناها صغيرات يحطوا في البيج هذايا كل شيء ما زاد ثم دور بصراحة بالنسبة لنا دور نتاع الدولة دور التربية دور التربية وزارة التربية والتعليم عندها دور أساسي وهذا نداء للسادة المسؤولين والسادة المديرين العامين في وزارة التعليم باش يفعلوا برنامج التربية الجنسية باهي تطرح مازن أنت قلت تربية ومعسق العائلة منين نبداو؟ هو يقول لك لا بروميير ايكول دو لونفونس سي لا فامي يا بري سي ليكول الفامي وليكول هو دور متشارك متكامل معناه هذا لا يلغي ذاك علاش قلت لك لازم ترجع للبرنامج يجب ادراج منهج تدريس التربيه الجنسيه في اقرب وقت وهذا نداء عاجل لكل المسؤولين على راس وزاره التربيه باش على الاقل نكونوا ثم دور توعوي لكن صغيرات باش ما يطيحوش في البيج هذا صحيح معز انت ولدك ا بارتير دو كيل اج خديت له تليفون باغ اكزومبل سي اون كيستيون عنده تليفون عادي ما عندوش تليفون ذكي اول حاجه تعالوا جاوب تتهلوا عليه تسال عليه تشوف وين وعنده وقت معين اللي يعمل فيه يلعب في الدار في الجيم وعنده وقت يقوم فيه وعنده وقت يرقد فيه وعنده وقت يتعشى فيه كما تربينا احنا الناس الكل الحمد لله يا ربي والمراقبه كيفاش تكون؟ بالثقه بالديسكسيون انا ولدي ملي عمره 5 سنين نحكي معاه في كل شيء في كل شيء معناه كل شيء حتى كانوا ما يفهمش في الموضوع اللي نحكي فيه اما انا عندي ثقه اللي عقله الباطن قاعد يخزن في المعلومات هذوكم دونك تلفاصون انك تحكي له كل شيء بكل صراحه وبكل حقيقه ومن بعد خاطر دورك هذا باش يحاسبك عليه راهو غدوه كي يكبر غدوه يقول لك انت ما قلتليش انت ما وريتنيش انت ما علمتنيش ولا انا كنت نتبع فيك كما تعمل ولا انت. يقول العكس اوغزمون تربيت وتعلمت فما كومبورتمون يلزم يكون عند الولي كي يكون قدام صغار وزاد خاطر راهو حبيت ولا كرهت احنا كنا اباتنا كانوا الموديل نتاعنا كانوا ليزيدول نتاعنا هما البو والام نتاعنا سيرتو البو يكون هو اللي دول كنا نتبعوا في الكاركتير دونك عندك مسؤوليه لو كومبورتمون نتاعك قدام صغارك راه باش يتبعوك كيف يشوفوك انت صريح باش يتعلموا الصراحه كيف يشوفوك انت كذاب باش يتعلموا الكذب عليك انت هي سين باساسيون معز من والدينا نعديوها لصغارنا جوستومون المدرسه زاده عندها دورها اسمها وزاره التربيه والتعليم وحطوا التربيه قبل التعليم دونك هالدور هذايا يلزموا يرجع
على خاطر النوادي كنا عملوها مقبل معناتها الانترنت فيها مشكلة أخرى أنه الناس كل بكبارنا بصغارنا نعيشوا حياة افتراضية. ما عادش فما في سوسيال. ما عادش فما، ما عادش تلقى توا رار وين تلقى صغيرات يلعبوا برا في الحومة. كان تسأل توا واحد عمره 6 سنين على الألعاب اللي كنا نلعبوا فيهم احنا. ما عادش. نبداو دي اكسترا تيريس. كل ما هذا الزربوط شنو الزربوط؟ في العيد الصغير مثلا كنا نلعبوا الكاغي اللاستيك جو سي با. كنا اون كونتاكت هذيك الحومة اللي نتلموا صغار الحومة توا ما تلقاهمش. لا كوميونيكاسيون. ما عادش موجود على خاطر صغيرات سي اون فورم دو كوميونيكاسيون وليدات صغار يلعبوا مع بعضهم سي ميني سوسيتي يتعلموا مع بعضهم يتعاركوا وكذا ذاك سافي بارتي من اللعبه كيما احنا دونك تو نعيشوا في حياه افتراضيه وعندنا اون سورت دو فاي فيان اونتر لو فيرتويال لا رياليتي ساعات ندخلوا في عالم افتراضي ونراو فيه زعما حقيقه هو حقيقه ديريجي الناس كنا نعرفوها معناتها الناس كل مش عندنا نفس لاكوي نتاع الفيسبوك حسب الاهتمامات نتاعك يجيوك لي فيديو دونك كل واحد فينا عنده نظره على العالم واحنا اوني مالوريزمون في اون فورم دوتيزم انتيليجون نقولوا انا سي ان اوتيزم انتيليجون اي دونجورو دونك الصغيرات معزولين لي بارون معزولين العالم كله معزول الانديفيدواليزم عمال يمشي ويكبر وبعد تجي تقول المشاكل منين جايه من هالفردانيه والانديفيدواليزم اللي نعيشوا فيه لين اليوم حتى لابارتونونس للبلاد ضعفت علاش اليوم تجيك تقول انا باش نمشي انا باش نسافر انا كذا على خاطر سي الانديفيدواليزم ديري عادي سويه على التليفون يعني لا نحكيو في برشا مواضيع اليوم يقول لك انا سيتويان دو موند انا ادري شنو لا تو ني با سيتويان انت تونسي وعندك داتا بي بارابور سو بي اللي ربك وعلمك وكذا كذا دونك مش اوتون اللي يجي وقت الكريز والبلاد تبدا تضعف والبلاد ايكونوميكمون منهاره ولا تعبه شويه نهربوا خلاء دونك راه كله مربوط ببعضه راه كله مربوط ببعضه ولينا نقز من السفينه قبل ما تغرق سي با فري دونك انت المشاكل كلها جايه من هالفردانيه اللي هي قاعده تهز فينا ان فورم دو عدميه كبيره برشا اللي هي سببها الانعزال ورا الاكرام تو سامبلومون كل شيء ولا في الاكرام حتى الجريده تو ولات بي دي اف في الاكرام معناها ما زادش كون ياخذ جريده يقراها ما عادش نقرا الكتب ما عادش يعني ولا توتي لا والاخطر انه الدوله بيدها قاعده تشرع الموضوع هذا انا كي نشوف وزارات اليوم عندهم ديفاج فيسبوك ويهبط في الاخبار على الفيسبوك والدوله صحيح. والدوله وما عادش تعرف الانفورماسيون صحيح قلتها مره في ايميسيون الدوله ولات اليوم الاخبار اللي يولي موجود في البلاد الدولة تمشي تجري تعمل انكيت على الموضوع هذاك فيسبوك ولا يحكم صحيح اليوم نتحركوا بالفيسبوك دونك تعطي شرعيه لبرشا عباد انه كل واحد شاد تليفون ويصور تعرفش انت التصوير هذيك ماخوذه منين ولا شنو هو الوضعيه ولا شنو هو المحذوف منها وتهبطوا كخبر وتعمل سبونسوريزاسيون وتو بارتاج ويولي ايفينمون وراي عام وتاكل بعضها والدوله تلقى روحها اوبليجي انها تهبط بيان على الفيديو هذاك دونك اليوم الدولة عندها أجهزتها مش مربوطة بالفيسبوك سامحني عندها أجهزة تجيها المعلومة ماهيش تستنى في المواطن باش يهبط لها فيديو على الفيسبوك باش هي اليوم فما لخطة كبيرة يلزم يوقع حد للشيء هذا فما أجهزة نتاع الدولة تخدم على روحها الفيسبوك معمول للكوميونيكاسيون بين الأشخاص ولا نستعملوا فيه كسلاح مخطر خاطر اليوم تنجم تشوه صورة أي إنسان بالفيسبوك وتنجم تخرج اي خبر مع الانتليجنس عاده ارتيفيسيال تو تبدل التصويره كيما تحب وتحط وجه شكون على وجه السوق خطر كبير دخلنا في معمعة جديدة اي دونك فما عصر جديد لازمنا نفيقوا به هو في هذه الفوضى زاده لازمنا نقولوا اللي احصائيات تقول انه عمليات انتحار الاطفال في ازدياد تقول انت طفل طفل كيفاش يخمم انه ينتحر شنو شاف منها الدنيا هذه باش يوصل طفل انه ينتحر عاده الكبير يشوف المشاكل اوترومون يشوفها بطريقه معينه يدخل في حاله اكتئاب كبيره اللي توصلوا انه ياخذ قرار الموت اللي هو قرار ماهوش سهل حتى طرف فكيفاش طفل صغير يقرر انه ينتحر معناها هذايا يوريك انه حاله الانعزال اللي احنا فيها هذيا حاله اللي الانسان اصبح هو تدور عليه برشا حاجات وحده ابتعاده عن المجتمع والاجتماعات ابتعادوا عن العائلة ابتعادوا عن العاطفة ابتعادوا عن الحياة اليومية السامبل هذيك الكل تخليه أنه في قوقعة وحده يقرر من بعد الاحترام الانتحار وهذه سمحني حاجة كبيرة يس حاجة تخوف يس خاصة للجيل هذايا جيل من بعد كنت شوفيه انت ناس من توا قاعدة تنتحر شنو باش يكون مصيرنا من بعد